أما مسألة اكتظاظ الأقسام فأشارت وزيرة التربية أنه سيكون في هذا الموسم الدراسي حل بيداغوجي. وي يوغا دو الاكتظاظ، نعم غادي يكون موجود، والحلول ما تكون غير حلول بيداغوجية. الأستاذ اللي يكون عنده تكوين جيد ينجم يكون عندي في قسم 15 تلميذ، وإذا ما رافقناش الأستاذ بتكوين جيد النتائج تكون منخفضة.